مرحبا، معاكم ماكنزي، واليوم جايب لكم جيم بلاي لتيم داث ماتش في نيوك تاون. في الجيم ده قدرت ان اجيب 30 كيلز بدون ما اموت، بس لكن كانت سهله شويه عليا، وحبيت اوريكم الفيديو. فعملت له ريكورد، وهو كان على الثيتر موت، فما قدرت اعمل له ريكوردينج لايف، فاحسن ثيتر من ولا شيء. حبيت اعرف عن نفسي في الفيديو ده. انا مكنزي زي ما قلت في البداية، بحب العب العاب الفيرست بيرسون شوتر زي كول اوف ديوتي و مودرن وارفير والى باتل فيلد، ولسه بحب العب العاب التانية زي اساسن كريد، العاب الادفنشر زي انشارتد، جود اوف وار، تايتلز كتير من الجانر ده. من ناحية ألعاب الكول أوف ديوتي بحب دائما أكون في التوب من في السكور بورد، فدائما بكون سيريس لما بلعب أي جيم كول أوف ديوتي أو حتى أي فيرست بيرسون شوتر جيم، دائما بكون كومبيتيتيف في اللعبة. فمن ناحية أحلى لعبة بتاعت كول أوف ديوتي لعبتها أنا كانت MW2 اللي هي مودرن وورفير 2. من أول بعد ما لعبت بلاك أوبس، وبعد ما نزلت MW3 وبعدين بلاك أوبس 2، صارت اللعبة مش حلوة كتير يعني، ومش مهتم بيها زي أيام زمان لما كنت بلعب MW2، أدخل في برايفت ماتشز وأقعد بس ألعب ساعات كثيرة حتى وبدون ما ألف يعني، بدون ما ألعب في رانكت ماتش، بس بلعب برايفت. وكنت دائما بحب أجيب النيوك على MW2، بس حين في بلاك أوبس أو في MW3 وكل الألعاب اللي نزلت بعد MW2 ما كنتش مهتم كتير إنه أكون في التوب دائما، وصرت بس بلعب ألعاب تانية غير كول أوف ديوتي، ألعاب سينجل بلاير وأي لعبة بتنزل عامة بروح ألعبها. والفيديو ده أنا حبيت أعمل لكم إياه بالعربي، عشان والله شفت ناس كثيرة بتقول إنه عايزين يشوفوا كومنتري عربي، وقلت أستفي يعني أخذ فرصتي وأجرب أعمل فيديو طالما هو أول مرة أعمل كومنتري، بس قلت يلا أجرب. وأنا وعدكم إذا الفيديو ده عجبكم، إذا حبيت الفيديو ده أنا وعدكم أعمل لكم كومنتري تانين، ومش إلا مش لازم بس كول أوف ديوتي، حتى أي لعبة عايزينها ممكن أعمل لكم كومنتري بالعربي. حبيت أديكم نصيحة واحدة، لو مثلا عايزين تجيبوا كل ستريك عالي في اللعبة، ما تضغط نفسكم على انه مثلا عايزين تجيبوا 30 كيلز ولا قولوا اي كيل عايزين تجيبوه، بس ما تضغطوا نفسكم فيها، بس ارتاحوا وبس يعني خليها بس تحصل، انت حتجيب الكيلز لوحدك بدون ما بس تضغط نفسك فيها. وزي ما انتم شايفين في الفيديو اللي كانوا ضدي ما كانوا يعني مش ما كانوا يسووا شيء، ما كانوا بيذبحوني يعني، عشان كذا كانت سهله شويه ان اجيب السريك ذا. طبعا في معظم الناس يعني معظم الناس تكون صعبه ليهم انه يجيبوا الكل ستريك، خاصه لو عايز يجيب يعني زي 20-30 اللي هي عالي، فبس يعني ريلاكس وتقدر تجيبها. فخلاص الفيديو ده كان قصير، عشان كنت عايز اعمل له بس انترودكشن لنفسي، وعشان اول كومنتري ليا، فما كنتش عايز اعمله طويل. إذا الفيديو ده عجبكم اضغطوا اللايك، وإذا عندكم أي نصيحة لي عشان أنا لسه جديد الكومنتري حطوه في الكومنت، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب. جيمر سلوت.